لا يؤتمر الفصائل المسلحة بأمر القائد العام للقوات المسلحة في كل الحالات، وإنما مثل ما تفضلت تنسيقها وترتيبها مع الإطار التنسيقي، لأن الإطار التنسيقي المتكونة من عدة أحزاب هي صاحبة هذه الفصائل اللي تهيمن على الوضع في العراق بما يتناغم المصالح الإطارية طيب والمصالح الإطار الإيرانية. جزء من الحكومة. الإطار جزء من الحكومة، هذا كلام جدا جدا وجيه، ولكن الحكومة الإطار هي دولة مسلحة داخل دولة أو قوة مسلحة داخل قوة، وهذه القوة ما تؤتمر بكل الأحوال أو في كل الأوقات بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، سواء كانت منضوية على الحشد ولا خارج